مشاهدينا اهلا بيكم وحلقه جديده في لقاء مع ايه. حلقه النهارده مميزه جدا وكلنا بندور عليها، كلنا بندور على الرجيم المناسب لينا وكمان تكون حالتنا النفسيه كويسه وكمان ما يكونش عندنا سوء تغذيه وكمان يكون كمان وزننا مثالي ونقلل الشهيه. كل ده هنعرفه مع اخصائيه التغذيه العلاجيه الاستاذه رحاب فايد. اهلا بيك يا استاذه رحاب. اهلا بيك. ايه اخبارك النهارده؟ منورانا. الحمد لله تمام، تسلمي. ايه عاوزه اعرف منك، هل لما نيجي نعمل دايت او رجيم دايما كلنا بيجي لنا في وقت كده من كتر الالتزام بالدايت وبالرجيم بيجي لنا حاله نفسيه واكتئاب بقى، نعمل ايه؟ اولا الالتزام برجيم غير صحي هو اللي بيعمل حاله سيئه. بمعنى لو انا نقصت حاجه مهمه في وجبتي هي دي اللي بتعمل لي حاله سيئه، زي الناس اللي بتتبعوا رجيمات سريعه وغير صحيه وغير متوازنه، هو ده اللي بيعمل حاله سيئه. لكن الصحي ليا ان انا اخد وجبه متوازنه متكامله فيها كل العناصر الغذائيه اللي الجسم محتاجها. بمعنى في ناس بتعتمد في الرجيم على البروتين الحيواني، البروتين الحيواني اللي هو الصريح يعني لحوم حمراء بمعنى اصح، بتنتج مادة في الجسم اسمها أريكاتوريك أسيد. بتعمل إيه في الجسم؟ بتعمل اكتئاب وبتعمل اضطرابات في الحالة النفسية وبتعمل زيادة في الوزن في منطقة البطن، وبتعمل للسيدات، تلاقي الستات اللي معتمدين في التغذية على اللحوم الحمراء جسمهم ممتلئ شوية في منطقة البطن. هي فعلا بتزود هي بتعمل حالة من الحالات المزمنة. اللحمة بتعمل حالة يعني بتزود الشراهة والشراسة والشهوة. عشان كده دايما يقولك لو عايزة رجيم يخليكي هادية وكول كده اعتمدي في التغذية على التغذية النباتية أكتر، والبروتين الحيواني يكون قليل. ما بقولش ان احنا نهمله تماما، ولكن لازم يوم او يومين في الاسبوع نتغاضى عن البروتين الحيواني. طب المفروض اكل ايه في البروتين الحيواني يخليني ابقى عامله رجيم صحي وكمان محافظه على الحاله النفسيه؟ اي لحوم بيضاء معاكي، الاسماك، السلمون، التونه، صدور الفراخ، التركي، الديك الرومي، وبرضه نعتمد على اللحوم البيضاء مش الدارك ميت. الاعتماد على الدارك ميت بيزود نسبه الدهون في الجسم جدا في منطقه البطن بالذات. بتعمل حاجه اسمها ميتابوليك سندروم، بتعلي الضغط والسكر، بتعلي عند السيدات عند البنات كمان سنهم صغير، بتعمل تكيسات في المبايض واضطرابات في الدوره الشهريه. يعني الاعتماد على اللحوم الحمراء في التغذية لا مؤذي جدا، فده اللي بيسبب سوء في الحالة المزاجية والنفسية. طب ايه بقى الاكلات اللي بتحسن من الحالة المزاجية طبيعة يعني في وقت الدايت ده بالذات عشان نعالج موضوع الاكتئاب؟ ايه الاكل اللي ممكن يحسن من مزاجنا؟ الاكل اللي ممكن يحسن من مزاجنا اولا في التغذية الصحيحة من البداية المية. الناس بتهمل شرب المية، هي حلوه حتى للبشره مش بس في الدايت وكده، للجسم والشرب. يعني الجسم 70% من جسمنا عايز في تغذيته ميه بس، فهو الميه هي الاساس. يعني انا دايما بقول انه احنا اوقات بيجي لنا جوع عاطفي، طب انا اقدر ازاي افرق بينه وبين الجوع اللي انا جعانه؟ اخد كوبايه ميه كبيره اشربها واستنى 10 دقائق. لو الجوع ما يعني لو انا خلاص ما بقتش جعانه يبقى ده كان جوع عاطفي، انا عطشانه او ناقص سوائل في الجسم، فالمخ فسرها على ان انا جعانه. لو فضلت جعانه يبقى انا خلاص اوريدي كده جعانه او ما اكل اي حاجه صحيه. فاحنا في اول التغذيه نقول الميه، وبعد كده الكارب، والكارب دايما يكون كومبلكس مش سيمبل، بكارب معقد يتفكك في الجسم بصعوبه فياخد وقته فيديني احساس اطول بالشبع ويعدي الحاله المزاجيه. زي ايه؟ زي الشوفان. الشوفان بينتج حمض اميني اسمه تريبتوفان. التريبتوفان ده بيصنعوا منه ادويه الاكتئاب. طب انا بدل ما اخدها كيميكال ما انا ممكن اكل شوفان وهيعدل الحاله المزاجيه، بس هياخد وقت طبعا عشان يجيب نتيجه كويسه. غير هياخد وقت ولكن طبيعي. ما انا لو اعتمدته في وجبه غدا كشوربه او في وجبه عشاء مع علبه زبادي او مع نص كوبايه لبن، اولا مشبع جدا، بيعدل الحاله المزاجيه، بيرفع هرمونات الراحه النفسيه. طب هو كويس برضو للاطفال؟ يعني مثلا لو طفل صغير يعني سن 10 سنين بيعمل دايت حلو له؟ كويس جدا جدا. انا بعتمده مع اولادي برضو ان هم ياكلوا مع طبق فاكهه،
او علبه زبادي لايت واحط عليها معلقتين ثلاثه شوفان، وممكن نعمل بيه بان كيك. يعني الشوفان استخداماته كتير. ست البيت الشاطره بقى اللي عايزه تحافظ على صحه ولادها، برامج الاكل مفيش اكتر منها، بس الاكل الصحي او الوصفات الصحيه. كمان التلبينه، التلبينه هي من الحاجات اللي بتعدل الحاله المزاجيه جدا. التلبينه ده دقيق الشعير، حتى هو كمان في يعني يقال ان هو حديث، بس انا مش متاكده منه قوي. عليكم بالتلبينه فانها مجمل الفؤاد، بتجمع الفؤاد، بتضم الاحزان كده وبتريح القلب. كان في حد حصل له يعني حاله وفاه، وكان وقت وسيدنا النبي ساعتها عليه الصلاه والسلام قال لهم عليكم بالتلبينه فانها مجمل الفؤاد. دقيق الشعير ده رائع، بيعدل الحاله المزاجيه جدا، بيقعد فتره طويله في المعده على ما المعده بتهضمه، فبيدينا احساس بالشبع فتره اطول. دي الاكلات اللي بتعدل المزاج. كمان ايه في الفطار ناخده؟ كمان وجبه الفطار الناس بتهملها ما بتحبهاش. لا هي ما يعرفوش ان هي لها فايده حلوه قوي، يعني الفطار بالذات الناس اللي بتعمل دايت كمان، مش بس الناس اللي هي ما بتعملش دايت بس. احنا في طبيعه البشر ان احنا بنصحى الظهر فبنخش على الغداء على طول. بالظبط، ودي عاده سيئه جدا. انت عارفه الحرق بيبدا في جسمنا من 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 5 صباحا لايت 5 المغرب. طب انا لو ما خدتش وجبه الفطور وبدات في الغداء على طول، على ما بدات في الغداء الحرق في الجسم وقف، كل اللي هيتاكل بعد كده خلاص، يعني الجسم بيختزنه مش بيخرج. فوجبه الفطور هي اساسي لاي حد عايزه تحافظي على صحته، عايزه تحافظي على بشرتك، عايزه تحافظي على وزنك، عايزه تثبتي، عايزه تخسي، هي وجبه الفطور الاساس. طب اخد ايه في وجبه الفطور يعلي الحرق ويخليني احس بشبع فتره اطول؟ البيض، البيض المسلوق كويس جدا مع طبق سلطه، مع شرب الماء كويس. يعني احنا لو خدنا بروتين كويس في خلال النهار هنيجي اخر اليوم مفيش احساس بالجوع خلاص. احساس طب بالنسبه لمنتجات الالبان كترها ده غلط برضو؟ يعني ناكل بيض ولبن ونتعشى بيض ولبن الصبح وبالليل، ده مش غلط على منتجات الالبان بس يعني سبب الزهايمر؟ بصي الجبن المصنعه منها، الجبن يا ايه اللي لونها اصفر، يعني الشيدر والفلامنك والرومي، الحاجات دي كلها بتبقى مليانه مواد حافظه وفورمالين لحفظها. استاذنك يا دكتوره، معانا ام مازن معانا على الهواء. اتفضلي ام مازن. ام مازن انا مع حضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. استاذه رحاب معايا؟ ايوه حبيبتي سامعاكي، اتفضلي. ازيك حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله بخير. انا والله من اشد المعجبين بحضرتك على الفيسبوك، وبمشي على كل الطرق بتاعت حضرتك اللي تسلمي ليها للدايت والنحاسه. وبصراحه حبيبتي تسلمي لي يا ام مازن، تسلمي لي. نرجع لسؤالنا. تمام، شكرا ليكي يا ام مازن. تسلمي لي حبيبتي. نرجع لسؤالنا تاني بقى، منتجات الألبان بتسبب الزهايمر؟ بتسبب ليه؟ قولي لي ليه؟ لأن هي انت دلوقتي جبتي توست وحطيتي بقى جبنة رومي وفلامنك وسيحتيها في التوستر، بقت عبارة عن دهون مشبعة كتير، بتنزل في المعدة تسحب كل الدم اللي في الجسم، تسحبه من المخ بينزل المعدة عشان تعمل عملية هضم، إن الجسم بقى في حالة مهنج كده مش عارف يعمل إيه. فأنت سحبتي كل الدم من المخ نزل المعدة، فأنت خلاص التركيز بقى صفر مره على مره على مره. طبعا بتعمل الزهايمر. منتجات الالبان بيجي على وقت بتثبت الوزن. اللبن انا المفروض اخد في اليوم هو نص كوبايه لبن خالي الدسم، هو ده اللي مسموح في خلال اليوم. يعني هو حتى منتجات الالبان على قد ما ليها مميزاتها لكن لازم تتاخد بحذر. طب ايه الجبن اللي ممكن اكلها؟ الجبن اللايت بانواعها، والجبنه اللي هي اللي احنا طب في بالنسبه للاطفال الصغيره بقى، انا دايما اقول لك ماما انا عاوزه سندوتش جبنه، ماما ما بتبقاش عاوزه يعني تاكل حاجات من اللي احنا بناكلها الصبح. زي انت بتقولي ما ينفعش منتجات الالبان على طول، بس طبعا الطفل هتقدري تتحكمي فيه ازاي؟ بصي اولا سندوتش الجبنه يتاخد في عيش بلدي اللي هو العيش بتاعنا اللي بالرد ده، الفينو ده كارثه، سعراته الحراريه عاليه جدا ومليان زيوت مهدرجه ومواد تظبط الطعم بتاعه، ف الفينو ده يتلغي من قاموسنا تماما. اللي ناخده العيش البلدي بتاعنا اللي هو الرده فيه حجمها اكبر من الدي نفسه، والمشتريات بتاعه البيت هي لو بقت صحيه هم اولادنا ما بيشوفوش غير اللي احنا بنجيبه. يعني انا لو منعت الجبن اللي فيها زيوت مهدرجه هم اولادي يشوفوها فين؟ فاخلي مشترياتي من انواع المنتجات الالبان تكون صحيه،
وتكون خاليه من الزيوت المهدرجه. الزيوت المهدرجه دي مش قادره اقول لك اضرارها عامله ازاي، بتعمل انسداد في شرايين القلب، وبترفع الكوليسترول في الدم، وبتعمل اكتئاب، يعني بلاوي ومصايب بتترسب في جسمنا من الجبن اللي بيبقى فيها زيوت زي الجبنه الرومي كده. ممكن رومي والتشدر والفلامنج، كل الحاجات دي بتحط فيها مواد حافظه وفورمالين ومنافحات للطعم ومنكهات للطعم مصنعه، وكمان بتترسب في منطقه دهون البطن اكتر. طب بالنسبه بقى للكبار، اه لما مثلا بنقلل من المفروض وقت الرجيم وقت الدايت بنضطر ان احنا ناخد فيتامينات، هل لما احنا نقلل من الفيتامينات او نبطلها بتاثر علينا في تثبيت الوزن وبتمنع وكمان بتخلينا نمنع ان احنا وزننا ينزل؟ كارثه، نقص الفيتامين في الجسم ده كارثه. بصي انا اكاد اجزم ان الشعب المصري كله ستات برجاله عندهم نقص فيتامين دي، ونقص فيتامين دي بيعمل اكتئاب وبيعمل سمنه وبيعمل ثبات في الوزن، تبقي مموته نفسك في الدايت وما بتنزليش ولا جرام، ما بتتحركيش. احنا بلد مشمس، شمس عندنا طول السنه، بس احنا ما عندناش رفاهيه اللي انا اخرج في مكان واروح اخد بقى تين واعمل حمام شمس، ما عندناش الكلام ده. احنا عندنا طول الوقت مشقه وشغل وعمل وبتاع. طب احنا المفروض ناخد يوميا من 3000 ل 5000 وحده من فيتامين دي، ومفروض كمان ان انا اتعرض للشمس عشان اكتف انشط فيتامين دي تحت الجلد. اولا الناس كلها مهمله في فيتامين دي ما بتاخدوش، ثانيا ما بنتعرضش للشمس، المفروض نتعرض للشمس وقت مش الذروه، وقت الصبح او وقت بعد العصر عشان ناكتف فيتامين دي. فيتامين دي نقصه بيثبت الوزن وبيعمل اكتئاب وبيعمل سمنه. كمان يا ايه فيتامين مهم جدا الناس كلها بتهمله، الناس كلها بتركز ايه انا عندي نقص كالسيوم، عظمي بيوجعني ياخد كالسيوم، وعشان اخد كالسيوم والجسم يمتصه لازم اخد معاه فيتامين دي. بتشوفي هما حاجتين مترابطين ببعض، لو خدت كالسيوم بس ايه اللي هيحصل؟ هيحصل يعني بيحصل ترسبات في الشرايين، وانسداد في شرايين القلب، وارتفاع في الكوليسترول، وتجلطات صغيره بتظهر بعد كده باحجام كبيره. معانا حد بيحبك قوي اه وقريبك، معانا التليفون. صباح عبد الفتاح، اهلا بيكي معانا. حبيبتي اختي ايه؟ اهلا بيكي يا صباح، اتفضلي. اهلا بحضرتك، السلام عليكم. وعليكم السلام حبيبتي يا بوبا. حبيبتي يا صباح، تسلمي لي. ربنا يخليك. ربنا يبارك في عمرك يا رب. اتفضلي يا صباح. لينا ان هي على الشاشه معاكم، تسلمي، وهي طبعا بتفيدنا في كل معلوماتها لينا. تسلمي يا حبيبتي. شكرا يا صباح، شكرا. شكرا لاتصالك. معاكي، اتفضلي. تسلمي. كنا بنقول على الكالسيوم، فايه انا عظمي بيوجعني اجري جري اجيب كالسيوم واخده، ما انا لو ما خدتش معايا فيتامين دي الجسم مش هيمتصه، ما هيترصد في حاجات تانية هتأذيني. فعلى قد ما الفيتامينات مهمة، على قد ما طريقة استخدامها وانك تاخديها من دكتور مختص هو ده الأهم. فيتامين ايه تاني اللي الناس بتهمله؟ بي 12، بي 12 بتهمله، وده مهم جدا، مهم جدا لتعديل الحالة المزاجية والاكتئاب ونزول الوزن. بس طريقة استخدامه برضو انا احب انوه عنها ان هو لازم يتاخد بطريقتين، يا اما يتاخد حبايه تحت اللسان، يا اما يتاخد حقن، غير كده الجسم مش بيستنفع بيه. يعني السبلمنتس اللي بتاخد حبوب ده بيخرج مع ادرار البول وما الجسم مش بيستنفع. طب بالنسبه بقى للسن الصغير برضه مناسب ليه ولا لا؟ لان طبعا اكيد في اطفال او سن من بعد من تحت ال 15 سنه بيعمل برضه دايت وكده، اكيد بعدين برضه لازم نهتم بيهم مش بس للسيدات وللكبار. اه بصي هو كل فئه عمريه وليها يعني ادويه، يعني قبل 6 سنين بتبقى ادويه شرب، بعد 12 سنه بينفع ياخدوا معانا السبلمنتس حبوب وحقن، يعني كل فئه عمريه وليها الادويه اللي ياخدوها على حسب بقى شرب ولا حبوب. ولكن في الحالتين لازم نهتم بالفيتامينات. نقص الفيتامينات يا جماعه بيدمرنا، بيدمر البشره والضوافر، وتلاقي الشعر بيقع والجسم مجهد. بس في ناس يا استاذه رحاب دايما يدوروا على ان دايما اكل الحاجات اللي فيها غذاء وما اخدش مكملات غذائيه، إيه عشان خاطر الكلى بقى او المشاكل اللي ممكن تحصل من كتر اخذ الحبوب. يعني دايما إيه تلاقي الناس تنصح تقول لك ايه ما انصحكيش دايما كل حاجه تاخديها مكملات غذائيه، طب ما تاخديها اكل احسن. بصي هقول لك حاجه، بيبقى في ليميت معين، يعني في ناس بيبقى نقص فيتامين دي عندها نازل مثلا لثلاثه، ده استحاله لو كلت ايه مش هيرتفع، وفي في النورمال المفروض يبقى يبدا من 25، اقل كده خطر.
ومفروض يزيد عن 25 كمان. فانت بتتكلمي في الناس عندها 3 في الدم، طب هتعملي ايه؟ لازم ياخد سبلمنتس، لازم ياخد حبوب، لازم ياخد حقن. احنا لازم ناخد في اليوم من 3000 ل 5000 يونت. ده استحاله تحققيه بالاكل او بالتغذيه بس. فبقول لك هو البدايه في الدايت، عشان تعملي دايت صح لازم تعملي تحاليل كامله وشامله، تشوفي الغده، تشوفي نقص الفيتامينات في الجسم، الانيميا دي عند الشعب المصري كلنا يعني. بصي بمناسبه الانيميا، يجي لي حد يقول لي ايه، انا يوميا بدي ولادي عسل اسود والانيميا مش بترتفع. طب اعصري عليه نص ليمونه وهيرتفع. ثبت الحديد عشان يمتص في الجسم، لازم ناخد معاه فيتامين سي. فطبعا عايز اخد زي ما انت ما بتقولي، مش عايز اخد سبلمنت، مش عايز اخد ادويه، انا عايز اخده طبيعي. هاكل بتنجان، هاكل سبانخ، هاكل اخد عسل ممكن اسود. ممكن ناخد جنب منهم مكملات غذائيه برضو، مش يمنع يعني. ده هو ده، انت ينفع تاخدي الاثنين يعني. هتاخدي عسل اسود اعصري نص ليمونه. طب هاخد بتنجان اعصري ليمون، بس مش تحطي على النار يعني، بعد ما تجيبيه من على النار تعصري عليه الليمون كده، هتحققي المعادله. هتاخدي حديد. بالنسبه للليمون بقى، نيجي في حته الليمون. دايما يقول لك عشان تخسسي نفسك او تنزلي من وزنك اشربي ليمون بكمون على الريق، ايه الحوار ده بقى؟ لا انا ما برجحش اي حاجه تنزل المعده على الريق غير كوبايه ميه دافيه بمعلقه عسل نحل، ودي سنه برضو عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وانا بضيف معاها كمان، عشان اوقات في ناس ما بيحبوش منهم ياخدوا حاجه مسكره، فنعصر عليها نص ليمونه عشان بس تضيع الطعم. لكن بقى الكمون على الخلطات الغريبه دي يا جماعه، دي بتاذي المعده اكتر ما بتنفع، ما بتنفعش. بس هقول لك برده على حاجه كويسه، معانا اتصال بس. تمام، معانا استاذه سمر، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي. لو سمحتي ممكن اسال الدكتوره؟ اتفضلي حبيبتي معاكي. لو سمحتي، انا كل ما اخد علاج للديدان بترجع تاني. كل ما اخد علاج ايه؟ للديدان. الديدان. شكرا ليك يا سمر. تعمل ايه؟ بصي المراجعه هتبقى للديدان بالذات، هترجع لدكتور باطنه، ان هم بيعملوا تحاليل يورن وبول وبيشوفوا الموضوع جاي من ايه. لكن لا، مش 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 تغذيه يعني، مش تغذيه. دكتور الباطنه الاول هو اللي يحدد، وبعدين دكتور التغذيه في اكلات معينه بقى تتمنع بس لما تعمل التحاليل ان شاء الله. ويعني تبقى تتابعني على الصفحه، تبعتها لي على الخاص بعد ما اتابع مع دكتور البطن، وان شاء الله ارد عليكي. نكمل بقى الليمون بالكمون. الليمون الخلطات الغريبه دي لا، بس يعني مؤخرا الابحاث اثبتت ان في مشروبات عشبيه بتعلي الحراره حرق في الجسم، فبتعمل حرق بزياده، زي زي الزنجبيل وزي القرفه. دول كويسين جدا يتشربوا، بس برده مش على ريق النوم. والقهوه الخضر، القهوه الخضراء حلوه جدا يا جماعه، وفيها مضادات اكسده للاورام السرطانيه، يعني بتمنع سرطان البلعوم والحلق، لان هي فيها مضادات اكسده عاليه. معانا مكالمه من ام محمد. طيب اوكي تمام. اتفضلي يا ام محمد. ازيك يا اهلا بيك، اتفضلي. بعد اذنك ممكن اكلم الدكتوره؟ اتفضلي معاكي. هو هل يا دكتوره حاططاني التليفون على طول على الودن غلط؟ ليه؟ حاطط. شكرا ليكي. التليفون تمام. إيه، تحطي التليفون على ودانها فتره طويله، ده غلط؟ غلط جدا، غلط جدا. ويعني مش بس للامهات، ده للاطفال. احنا التليفون بالنسبه لنا بقى لعنه. طب لو حطينا الهاند فري بقى؟ لعنه. ما هو بصي هقول لك حاجه، يعني أو يعني من استخدامات التليفون الغلط ده، انك ممنوع منعا باتا تقعدي تاكلي وقدامك تليفون او تلفزيون، هتجيلك سمنه سواء ليكي. نسرح واحنا بناكل؟ ما تركزي في الوجبه يعني، والوجبه حتى لو التلفزيون شغال جنبك توطي الصوت تماما، تمسكيش موبايل، لان هتسرحي وانت بتاكلي، هتبص تلاقي نفسك عماله بتسحبي في الاكل. احنا المخ عشان يترجم ان انا شبعت بيقعد 20 دقيقه، فتفضلي 20 دقيقه بتاكلي وانت قاعده مش مركزه ان انت بتاكلي. هي السمنه بتيجي من كده بقى بالظبط. فانت حتى للاطفال الصغيرين اللي بيقعدوا قدام الموبايلات، قلت لي اصل انا ابني ما بياكلش غير لما بيقعد قدام الموبايل. غلط. بعد شويه تلاقيه بيعاني من السمنه، بعد ما كان بيعاني من النحافه، القعده قدام الموبايلات وقت كبير غلط. قله النشاط البدني غلط. طب دلوقتي في كورونا ومفيش نزول ومفيش مروح، نتحرك في البيت، نشغل اغاني، نشغل فيديوهات للرياضه، للزومبا، للايروبكس، ونقوم نتحرك. بالذات الزومبا، بالذات الزومبا بتحرق جدا على فكره، عن تجربه شخصيه طبعا بعيد عن الدراسه، لكن عن تجربه شخصيه بتنحت الجسم وحلوه. تليفون معانا. معانا الاستاذه هيام. اهلا بيك يا استاذه هيام، اتفضلي. اهلا بحضرتك. اتفضلي. سؤالك. الحمد لله بخير. ايه يا بابا، منوره الدنيا كلها حبيبتي هيام، تسلمي لي.
كنت عندك. نوره حبيبتي، تسلم. من نجاح لنجاح ان شاء الله. تسلمي لي حبيبتي، نورتوني. عايزين بقى حاجه عن الحرق يا بوبا. تمام تمام، حاضر هرد عليكي. شكرا ليكي هيام. قلنا الحاجات اللي بتعلي الحرق، الحاجات العشبيه اللي نشربها، فطار البيض الصبح بيخلي الجسم كله في حرق مستمر، نخلي الفطار بدري، نشرب ميه كويس. وجبتنا لازم، بصي كنت هقول لك، كنت هنسى حاجه مهمه بمناسبه الوجبه. احنا قلنا الكارب مهم، والبروتين الحيواني اللي هو لحوم البيضه مهم، البقوليات مهم، وكمان معانا اللي دايما دايما الميه. ده بجانب الميه اساسي، الدهون. الدهون الصحيه، الدهون مهمه جدا. في اربع فيتامينات مهمين في الجسم مش بيمتصوا غير من خلال الدهون: فيتامين دي، وفيتامين الف، وفيتامين ه اللي هو فيتامين اي، وفيتامين كي اللي بيمنع التجلطات. كل دول بيمتصوا من خلال الدهون. يجي حد يقول انا بروح للدكتور وبيمنعني تماما من الدهون، طب الفيتامين دول هتبقي بتاكلي ومش بتكتسبيهم، بيخرجوا. لازم اخد دهون صحيه. دهون صحيه زي ايه؟ زيت الزيتون، زيت الحار، دول مليانين اوميجا 3، بيعدلوا الحاله المزاجيه، بيظبطوا المود، بيساعدونا على الشبع، وبيخلوا الجسم يمتص الفيتامين. تمام، اتفضلي معانا استاذه نورهان. اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي حضرتك؟ اهلا بيكي، اتفضلي. اتفضلي. بس ممكن اسال الدكتوره؟ اتفضلي معاكي حبيبتي. دكتوره انا عندي مشاكل في هضم الحديد، سواء في الاكل او باخد يعني اللي هو البنجر والحاجات دي. معدتي مستحيل تهضمها، ما بعرفش. وعندي انيميا شديده. خسيت 30 كيلو. وعملت تحليل لقيت عندي انيميا شديده خالص. اخد ادويه، اخد اكل، كل حاجه، مستحيل معدتي تهضم الحديد ده نهائي. طب ده مشكله في المعده ولا ايه قصه بالظبط ده؟ هرد عليكي حالا يا حبيبتي. شكرا ليكي حبيبتي. بصي، وزي ما انا كنت لسه بقول وبنوه، انه الحديد عشان يمتص لازم، حتى لو اخده سبلمنتس، انا شخصيا اهو لما باخد القرص بتاع الحديد لازم اكل وراه اي حاجه فيتامين سي، فيتامين دي، برتقان، جوافه، فراوله، حاجات طبيعيه. يعني لو انت مش عايزه تاخدي كمان فيتامين سي وراها سبلمنتس، لا ممكن تاخدي من زي ما قلنا كده العسل الاسمر وعليه ليمون. بالظبط، برافو عليك. فالحديد عشان الجسم يمتصه، لانه في ناس كتير بتاخد حديد لفترات طويله وبرده لسه عندها انيميا، في ناس بتاكل اكلات فيها حديد بنسبه عاليه وبرده لسه عندها انيميا. طب ما هو عشان ايه؟ عشان هو مكملات، حاجه بتكمل حاجه. عشان الجسم يمتص الحديد لازم ياخد معاه فيتامين سي. طب بالنسبه بقى، في ناس بيكون عندها نسبه الحديد عاليه، دي ايه بقى نعمل فيها ايه؟ دي يبعدوا عن الاكلات اللي فيها حديد تماما. يعني كانت والده زوجي دايما كنت اعمل لها السبانخ مثلا، ازاي اعمل لها؟ اديها غلوه على النار واخدها اشطفها، انزل منها كل الحديد وارجع اسويها تاني. فنبعد عن الاكلات اللي فيها حديد اصلا علشان نتجنب زيادته. طيب انا دلوقتي عاوزه اعرف منك سريعا، لما نيجي ناخد الادويه امتى تنصحي ان احنا ناخد ادويه التخسيس؟ ادويه التخسيس، اولا نعمل التحاليل كامله، تحاليل الفيتامين كلها، نشوف ايه اللي ناقص في الجسم، ونشوف تحاليل الغده، عشان اوقات بيبقى خمول الغده بيسبب انه الجسم ما بيحرقش. ثانيا نكون بنتغذى كويس جدا، بنشرب ميه بمعدل طبيعي، ومشيت على رجيم فتره ما تقلش عن 6 شهور، وبعمل معدل حرق بدني كويس، يعني يا اما رياضه يا اما مشي يا اما حتى رقص، يعني زومبا في البيت وايروبكس، وبتابع اي نشاط بدني. طب بعد ما عملت كل دول واتبعت رجيم 6 شهور كاملين وعملت نشاط بدني كويس وتحاليلي كلها سليمه، ما بخسش، ابدا اتجه لادويه التخسيس. وبرده مش اي اعلان يجي قدامي واي حد يوصف لي، يا جماعه الموضوع، انا دايما بقول اخصائي التغذيه ده عامل زي الترزي، بيفصل لك نظام الدايت بالادويه بتاعتك على مقاسك، حالتي غير حالتك غير حاله اللي قاعد، يعني الست الموظفه غير اللي قاعده في البيت، اللي عنده سكر غير اللي عنده ضغط، اللي عنده الجزء الدهون مرتكزه في الجزء. دكتوره رحاب، انا مبسوطه ان انا كنت معاكي النهارده، وانت كنت منوراني فعلا في الاستوديو، واستفدت منك جدا. بعتذر جدا ان حلقتي خلصت معاكي، فقرتي خلصت معاكي. ان شاء الله يكون لنا لقاء تاني مع بعض. جدا تشرفت بيكي جدا. احب اقول بس حاجه اخيره قبل ما اقفل، اهتموا بصحتكم يا جماعه، صحتنا هي ثروتنا، اللي هنحطه النهارده بكره هنلاقيه. طبعا طبعا، ميرسي جدا ليكي. ميرسي يا حبيبتي. مشاهدينا وكده انتهت فقرتنا، انتظرونا بعد الفاصل مع موهبه جميله جدا بعد الفاصل.